وأعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة كورة لوكر من جميع أنحاء العالم، معانا النهاردة نبذة عن نادي الصحاري. نادي الصحاري السعودي هو أحد أندية الدرجة الثالثة بوادي الدواسر بالسعودية، تأسس عام 1406 هجريا. الألوان التي يرتديها النادي اللون الأبيض والأخضر، تأسس عام 1406 هجريا على ملعب وادي الدواسر بالسعودية. الدوري دوري الدرجة الثالثة السعودي لعام 2015-2016. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.